الرحيم. السلام عليكم أخواتي إخواني. طبعا هذه الكلمة التي أريد أن أقولها للصحافة المحلية هي أن حزب اتحاد الاشتراكي يرغب في استعادة عافيته، وطبعا النتائج الأخيرة في انتخابات 2012 طبعا بقدر ما أصابته في الصميم بقدر ما دفعته إلى التفكير الذكي والتفكير البناء في مستقبل جديد. طبعا هذه الانقسامات وهذا الغضب ربما هو بقدر ما هو غضب، طبعا قد يراه البعض غضبا طبعا سيء، أنا أرى فيه جانب من الإيجابية لأن فيه غير على الحزب، وفيه أن هذا الحزب لا زال له عشاقه وله مريدوه إذا صح هذا التعبير. إذن لكن فقط نقول أن الحزب يفتح ذراعيه لاستقطابات جديدة. إذن لن نبكي على الأطلال دائما، هنا حزب عنده تاريخ وعنده أطلال، أي نعم، ولكن هذا البكاء على الأطلال أرى أنه غير مجدي. إذا الحزب عنده توجه نفعي، توجه مستقبلي، سنستقطب كل الكفاءات ونستقطب كل الناس اللي عندهم إضافات نوعية للحزب، وجميع الأحزاب تسعى هذا المسعى، ليس عيبا. إذا أن نستقطب السيد حدوش أو أن يدخل من تلقاء نفسه أو آخرون، فما أحوجنا إلى طاقات جديدة من الناحية الاقتصادية، من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية. إذا ونحن لا نخالف القانون ولا نخالف المألوف، وشكرا لكم. شكرا.